استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا فإنهم ينفعون يوم القيامة. استكثروا منهم من معرفتهم. قيل له كيف ينفعون؟ فقال الحسن البصري: بينما أهل الجنة في الجنة إذ تذاكروا أصحابهم في الدنيا وأحوالهم في الدنيا، فيقول قائلهم: ما فعل صديقي فلان؟ أنا كان عندي صديق في المدرسة، أو ربما في الحي الذي أسكن فيه، أو في الجامعة، أو في العمل معي، ما فعل؟ لا أراه في الجنة، ما فعل صديقي فلان؟ فيقال: هو في النار. فيقول هذا المؤمن: يا ربي، لا تكتمل لذتي بالجنة إلا إذا كان معي صديقي فلان. عندها يأمر الله تعالى فيخرج صديقه من النار إلى الجنة، لا لأجل عمل صالح من قيام ليل أو صيام نهار أو قراءة قرآن أو صدقة، وإنما شفع له صديقه إكراما لصديقه الذي في الجنة، أخرج هذا إليه. فيقول أهل النار: عجبا من شفع له، أبوه شهيد؟ فيقال لا. أخوه شهيد؟ فيقال لا. شفعت له الملائكة، الأنبياء؟ فيقال لا، وإنما شفع له صديقه فلان. عندها يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. يا ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعيد النظر في أصحابنا. نزيد امتناع.